هنعمل مكرونة بالأنشوجة. من أطيب أطيب وصفات المكرونة، أول خطوة سلق المكرونة. هحتاج قلاية كبيرة بهذا الشكل. هقلبها لثواني بسيطة. هبتدي عايزاه هلا اضيف الانشوجة. هشوحها تشويح بسيط قوي. هضيف البندورة، شوفوا الجمال. هضيف الاوريجانو، الملح، الفلفل الاسود، وهضيف الزيتون الاخضر. هضيف الزيتون الأسود وبرضو هقلب مع بعض. الطماطم أخذت وقتها وتشربت بالنكهات مع بعضها. أضيف جبن وحضيف شوية صنوبر وشوية من البقدونس، وشوفوا ما أجمل الألوان والريحة الشهية جدا. باخد حوالي نصف كوب من مية سلق المكرونة وبوزعها عليها بهالطريقة، ما نكتر. المكرونة عندي جاهزة، نشوف طريقة التقديم. مكرونة بالأنشوجة، 500 جرام مكرونة، ربع كوب زيت زيتون، 6 فص ثوم شرائح، 100 جرام أنشوجة، 1 كوب طماطم كرزية، نصف كوب زيتون أسود مقطوع نصفين، نصف كوب زيتون أخضر مقطوع نصفين، نصف ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة أوريجانو، نصف كوب جبن بارميجان مبروش، 2 ملعقة كبيرة صنوبر محمص، 2 ملعقة كبيرة بقدونس.